الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برحب بضيفي، هو مش ضيف الحقيقه لكن هذا هو المكان المناسب الحقيقه للسيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ شرف ومنور وسعيد جدا طبعا بوجودك معايا حبيبي واخويا وصديقي وعشره سنين كتيره قوي. الله يخليك يا اسلام وبالتوفيق يا رب وان شاء الله الرحمن تكون حاجه جميله باذن الله يا رب. معلش احنا اسفين اخرناك ولكن يعني انا شايف ان انت قاصد الحقيقة ان انت مستمتع بحوار الراجل وهو راجل الحقيقة بيتكلم كلام كويس مهم كمان. لا مهم ان هو يعني هو قليل الظهور شوية طبعا وبحكم الضغوط المباريات وتلاحقها يعني في نفس الوقت ممكن يبقى في حاجة بيبقى عايز يقولها اتنين الناس محتاجة انها تسمعه يعني فكان مهم قوي ان الناس تسمعه يعني. طيب قبل ما اتكلم مع كابتن سيد في كل الامور اللي حضراتكم مستنيينها وفي كل الحاجات اللي حضراتكم كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها خلينا نطلع نشوف اول تقرير معانا عن كابتن سيد عبد الحفيظ. اسم صنع من الذهب والماس. هو واحد من الشخصيات التي حفرت اسمها بأحرف من الذهب والماس. هو رجل المهام الصعبة ومدرسة حقيقية يجب أن يتعلم منها الجميع كيفية إدارة الأزمات بنجاح حتى بات واحدا من أهم مديري الكرة على مدار التاريخ. هو أيضا صاحب بصمة حقيقية في الأهلي فهو أحد أبناء القلعة الحمراء المخلصين. هو فيجو الكرة المصرية سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. من مواليد الفيوم 27 من أكتوبر عام 1977 انضم لصفوف الناشئين في النادي الأهلي ولعب للفريق الأول في مركز الجناح الأيمن وحقق مع الفريق العديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. لمحمد فاروق، فاروق يلعب كرة عرضية، فاروق عرضية عالية وبيحطها زاوية وزوبا! جول جميل جميل، جول جميل، جول جميل مش ممكن، سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ. كانت بداياته عن طريق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في 13 من يونيو عام 1989 مع فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد وفريق تحت 15 سنة بقيادة مختار مختار وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد. وفي موسم 1996-1997 تم تصعيده للفريق الأول وشارك في 220 مباراة رسمية خلال مشواره في جميع البطولات وسجل خلالها 30 هدفا ولعل أبرزها هدفه العالمي في مرمى الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 والذي ساهم بشكل كبير في تتويج المارد الأحمر باللقب الإفريقي في هذا العام. كانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في 27 من أبريل عام 1997 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 من نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب في دوري موسم 2005-2006 وانتهت بفوز الأهلي 3-1. حلوة 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 ملعوبة وباخدة على طول
حقق فيجو الكرة المصرية خلال مشواره مع الفريق الأول بالأهلي 14 بطولة في 9 مواسم فقط، 6 للدوري واثنتين لكأس مصر واثنتين للسوبر المصري، إضافة إلى بطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998 وكأسين لبطولة دور الأبطال الإفريقي عامي 2001 و2005 وكأس السوبر الإفريقي 2002. أما على المستوى الفردي فحقق العديد من الأرقام الرائعة، أبرزها أحسن ناشئ في مصر موسم 96-97، أحسن لاعب في مصر موسم 97-98، ثاني أحسن لاعب في مصر موسم 98-99، أحسن لاعب في البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية. هو صاحب ثاني أفضل هدف في بطولة دوري الأبطال الإفريقي 2001، وهو الهدف الذي سجله في مرمى الترجي التونسي من منتصف الملعب في المباراة التي أقيمت باستاد المنزه التونسي في قبل نهائي دوري الأبطال، وهو الهدف الذي تعادل به الأهلي 1-1 وتأهل للنهائي قبل أن يحرز اللقب في نفس البطولة. وعلى الصعيد الدولي مع المنتخبات الوطنية شارك سيد عبد الحفيظ في 68 مباراة مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، سجل خلالها 18 هدفا، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأول في 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. وبعد مشوار بارع مع الساحرة المستديرة التي حقا عشقت قدميه، أقيمت مباراة اعتزاله يوم 12 من سبتمبر 2006 باستاد المقاولون العرب. وبعد سلسلة من التجارب الإدارية الناجحة تولى منصب مدير الكرة بالأهلي أكثر من مرة منذ عام 2010 وحتى الآن، بالإضافة إلى عمله كإعلامي لفترات ليست بالقصيرة سواء بقناة النادي أو قنوات أخرى خاصة، واستطاع أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية من خلال أسلوبه في إدارة الحوار أو عرض القضايا ومناقشتها، ليبقى سيد عبد الحفيظ أسطورة كروية خلدت نفسها بفضل تاريخ باهر وإدارة رائعة توقف أمامها الجميع ليتعلم منها. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يعني اعتقد تقرير رائع الحقيقه كابتن سيد، انت تستحق اكتر من كده. الله يخليك، انا بشكرك عليه طبعا وبشكر اللي كتبه يعني واللي علق عليه يعني حاجه. انا بحبك. الله يكرمك يا سيد. الحمد لله. الله يخليك يا حبيبي. تسلم. الحقيقه سيد قبل ما اقول لك الف مبروك وقبل ما اقول لك يعني الفتره اللي فاتت عامله ايه، عايز اسالك سؤالين مهمين جدا على النهارده. المباراه الوديه وليه 6 ايام اجازه؟ يعني الناس برضو او 5 ايام 6 ايام مظبوط. ليه الاجازه طويله وليه النهارده مباراه وديه في ظل ان انت كنت دايما بتطالب ان مفيش ضغط للمباريات؟ يعني اولا هو كان طبعا راي فني يعني بحت طبعا بالتاكيد سواء كان دي او دي، لكن هو الراجل اللي عنده وجهه نظر شويه. كانت الايام اللي فاتت دي ايام مضغوطه بشكل كبير قوي، الناس محتاجه انها تفصل شويه. اتنين ان هي مش سلبيه بشكل 100%، في ناس عندها شغل بتأديه سواء كان في النادي عندنا او في من خلال الجيم يعني، او طبعا المصابين لازم هيجوا طبعا المتابعه يعني، لكن في ناس عندها كمان. احنا بنبعت دلوقتي لكل الناس اللي موجوده في النادي او اللعيبه يعني حاجات على الميل او من خلال التواصل معاهم يعني على حاجات بيعملوها حتى في البيت، وبيبقى في متابعه يعني، فهي مش صراحه سلبيه بشكل قاطع يعني. اتنين حتى بتتفرج على مباريات او ثلاثه بتتفرج على مباريات للترجي من دلوقتي. فهو الراجل كان عنده وجهه نظر ان الناس محتاجه تفصل سنه مع حته من التركيز شويه، محتاجين ان احنا ناخد فتره راحه بعد ضغطه مباراه شديده قوي، بعد كمان من اصعب الحاجات اللي في شغلانتنا يعني ان انت بتغير الدوافع من بطوله للثانيه، يعني زي البطوله المحليه في الدوري او بطوله الكاس او بطوله افريقيه لبطوله افريقيه ثانيه بشكل مختلف يعني. فطبعا في دوافع بتختلف من مباراه للثانيه، كل دي كانت متلاحقه وورا بعض بشكل كبير قوي، فكانت محتاجه الدماغ تفصل شويه يعني. دي كانت وجهه نظره، بس هي مش راحه سلبيه بشكل كامل يعني، في حاجات معينه كان الناس هتعملها يعني.
تاني حاجه مباراه اليوم يعني النهارده كانت مهمه، يعني في عدد كبير من اللعيبه ما بيشاركش بقاله فتره، زي مثلا سعد سمير، حمدي فتحي، وليد سليمان، مروان، رامي خد في فترات طويله اللي فاتت يعني. كنا نتمنى كمان محمود وحيد يكون موجود النهارده، لكن امبارح كان حاسس بشويه حاجات كده كتقل لكن مش اصابه يعني. محمود متولي هو برضه الحمد لله مش اصابه جامده ولا حاجه، ده حاجه في الخلفيه يعني. وطبيعي الحقيقه بعد الوقت الطويل ده ان هو يلعب مباراه، يعني هو بقاله 6-7 شهور بعد الوقت ده، وده طبيعي يعني. طبيعي. كريم نيدفيت النهارده وسعادتنا بتواجده، ان هو ياخد صحيح ربع ساعه لكن كانت مهمه يعني. طيب الناس برضو بصت على نتيجه المباراه، انت تعادلت مع فريق اقل طبعا، احنا بنبقى فاهمين الكلام ده كويس، ولكن الناس اتفرجت على المباراه النهارده من خلال قناه النادي الاهلي، وكانت المباراه بالنسبه لهم شايفينها ان هي يعني قليله شويه. بص يعني انت في اهداف بتبقى لكل حاجه يعني، المباريات الوديه أيوة. اهدافها مهمه قوي انها تتحقق. الاهداف بيبعد خالص عن النتائج يعني، انت بتتكلم على رجوع عدد من اللعيبه، مشاركه عدد من اللعيبه، رؤيه عدد من اللعيبه سواء كان في الصاعدين او مش حتى تحت السن على طول، السن اللي قبله أيوة. بشويه، كل ده انت عايز تقف على بعض الحاجات وبعض الدرجات عند كل واحد يعني. كابتن سيد مبروك على السوبر. الحمد لله. بطوله رقم كام مع الكابتن سيد مع النادي الاهلي؟ مش كلاعب ولا يعني مدير كوره؟ وانا مدير كوره 17 بسم الله ما شاء الله. ولاعيب بقى؟ ولاعيب عندي 14 بس. تخيل. يعني 14 و17. 14 و17. طيب اخر حاجه برضو او حاجه عايز اتكلم فيها معاك، يعني 17 بطوله في فتره كام سنه؟ يعني احنا برضو كان ما كنتش محظوظ شويه ان في فتره من الفترات كان ما فيش مشاركه، يعني في دوريات ما استكملتش، في دوريات اتلغت، في دوريات في فتره ما لعبناش فيها دوري، فدي كانت تعرف يعني في 2012 و2013 ما كانش في دوري بشكل كامل يعني، من الحاجات اللي اثرت علينا يعني وعطلتنا شويه يعني. طيب كابتن سيد الاصابات الثانيه مين؟ يعني محمد مجدي قفشه اخباره ايه؟ طمنا. محمد هاني اخباره ايه؟ طمنا. يعني استجابه قفشه كويسه جدا في العلاج، كويسه جدا. النهارده كنت مبسوط لما شفته، واستعداده ورغبته كمان، حركته في موجوده بشكل كويس، النهارده داخل الجيم بشكل احسن يعني. هاني أأمل يا رب ان هو ان شاء الله الرحمن يبقى في استجابه في الاسبوع اللي جاي يعني، لكن يعني فرص قفشه كبيره جدا يعني تعدي 90% يعني. كابتن سيد سؤال برضو عايز اساله لك، هو انت تصريحاتك بعد اي مباراه بتبقى مجهزها ان انت عايز تطلع تقول حاجه فبتقولها، ولا طيب بس عشان ده برضو سؤال محتاج فطير. الليله عاليه قوي الصراحه. ايه رايك ايمن فين اهو؟ تعالى يا حاج ايمن. تعالى يا حاج ايمن. يعني الحاج ايمن برضو مصاب من اول، بس هو فتح فرع، انا عارف ان هو في 6 اكتوبر لكن الفرع ده جديد. فرع النادي الاهلي. ايمن حبيبي يعني. ما شاء الله. يعني الناس المتالقه. شرفت بيكم النهارده. ربنا يخليك. كابتن موسوماني يعني، وحلقه جميله وانتم ناس جمال، وربنا يوفقك يا كابتن. ربنا يخليك. ويوفق النادي الاهلي كله والفرق كلها. واحنا دايما نكون سعداء واحنا موجودين معاكم والله. يا رب يخليك. انت عارف يعني جمهور الاهلي ما شاء الله. حبيبي. مصر كلها اهلاويه يعني. حبيبي. ربنا يقويك الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، وناخد افريقيا وناخد الدوري باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. واحنا طول ما احنا معاكم احنا سعداء والله. يا رب. ويا رب تكونوا انبسطتوا من الاكل النهارده والفطير والشاي بتاعنا. حبيبي. الفطير ده بقى لسه هندوق. ايه رايك؟ لا ده فطير شلتت يعني ما وعدكش. موجود يا باشا. ناخده معانا. لا موجود. الاثنين. لا اللي انت عاوزه تؤمر يا كابتن. ربنا يخليك. بالتوفيق دايما. يا حاج ايمن النهارده وسعداء جدا الحقيقه النهارده بوجودك معانا، والاكل اللي انت عملته اكل مصر كلها، انت دلوقتي في حته تانية يعني. يا حبيبي حبيبي ده على حسك والله، واحنا بنشكرك على الدعوه الجميله دي، ودايما كده بالتوفيق وربنا يكرم ان شاء الله. وعاوزين بس ربنا يرفع لنا كورونا عشان احنا جبنا خيرنا منها صراحه يعني، تعبت الناس كلها، فربنا يكرم ونرجع للمدرجات ونشجع الاهلي من المدرجات ان شاء الله في الفتره الجايه. شاكرين يا حاج ايمن. شاكرين. شاكرين. شكرا يا حاج ايمن، شرفتنا ونورتنا. بتبقى محضر ولا بتبقى الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للتصريحات يعني؟ تصريحاتك بقى قبل. لا في حاجات بتبقى اكيد. في حاجات بتبقى اكيد محضرها. في حاجات اكيد محضرها، وفي حاجات بتبقى وليده اللحظه يعني. في حاجات بتبقى انت بتبقى محتاج ان انت الرؤيه بتاعه الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي يعني. مثلا قبل مباراه الاتحاد تحديدا يعني كنا بقى لنا حوالي 6-7 ماتشات مضغوطين شويه. اخر مباراتين قبل مباراه الاتحاد كانت النتائج مش مظبوطه شويه. كان عندك الاتحاد وبعد كده الزمالك وبعد كده سان داونز رايح جاي وبعد كده السوبر الافريقي. 3 بطولات مختلفه.
مهمين جدا سواء كان محليا او افريقيا، الاتحاد والزمالك مهمين جدا جدا. ان انت فقط عدد من النقاط، كان الفرق وصل لحوالي لما تكسب ماتشاتك ممكن تبقى فرق نقطتين عن الزمالك، فكان مهم ان انت توقف نزيف النقاط ديت. صن داونز مشوار افريقيا كلها بتسمع في بعض على فكره، يعني الكره يعني مهم قوي ان الناس دي يبقى عندها المفهوم ده، كلها بتسمع كله بيسمع. الاجواء الايجابيه بت 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 بتولد انتصارات بالظبط، تمام. فمهم قوي ان انت كنت تخش على مباراه الزمالك الاول بشكل معنوي كويس، ومباراه صن داونز بشكل معنوي كويس، وبعد كده مباراه السوبر الافريقي. فكان مهم ان ما يبقاش فيه ضغط على اللعيبه في الفتره ديت. تعادلنا مع الجونه يوم 30 وخسرنا من المحله يوم 3، والفرق الزمني ما بين المحله والاتحاد كان 48 ساعه. فمش عايز حد يتكلم على اللعيبه خالص، مش عايز حد يتكلم على الفنيات في الفتره دي، لان كان في حاله تعب شديد قوي. 48 ساعه عدد قليل جدا من الوقت والساعات، فلو دخلنا في اجواء سلبيه قبل مباراه الاتحاد ثم مباراه الزمالك ثم صن داونز ثم هتبقى صعبه، توديك في طريق تاني غير اللي انت عايزه. فكان مهم ان مفيش حد يتكلم على الحته بتاعت اللعيبه في الوقت ده في اللحظه دي او في اليومين دول. والحمد لله رب العالمين حققنا الهدف، يعني ان ما كانش في ضغط على اللعيبه في الفتره دي شويه، مع ان وعدينا مباراه الاتحاد بشكل كويس، والحمد لله دخلنا مباراه الزمالك عملناها بشكل كويس ثم صن داونز والسوبر. لكن انا مؤمن جدا بحاجه، ان التصريحات او الكلام طالما مفيش تجاوز ومفيش اهانات وفي توضيح، يعني ممكن استغرب من حد يزعل من حاجه فيها حقيقه. يعني اقول لك يا اسلام انت طلعت مثلا 7 مرات في الاسبوع، طب هو ايه اللي ضايقك في كده؟ ما انت فعلا طلعت 7 مرات في الاسبوع. اوكي، يعني ايه الاهانه في دي او ايه الغلط في ده؟ دي حقيقة. وناس تقول لك ما ينفعش تتكلم على على حد معين. لو هسيء ليه او اتجاوز في حقه، لكن اسلام بيجي من 6 اكتوبر كل يوم. طب ما انت بتيجي 6 اكتوبر كل يوم فعلا، يعني هي ارقام. انت بدل ما تزعل مني، لا، ناقش نفسك او استعرض الامر مع نفسك، هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بس يعني طيب هنكمل كلامنا مع كابتن سيد، وفكرك بالدوري اللي من حوالي 3 سنين او من سنتين كانت الناس كلها مسميها دوري، طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ لو تفتكر، اللي هو بس ده مسمى يعني مبالغ فيه، يعني لان انت بص هرجع اقول لك بس اللاعبين وكل حاجه، ولكن كان الوقت ده كابتن سيد انت فاكر الوضع كان عامل ازاي السنه دي، ولا انت فاكر الدوري ده؟ فاكره طبعا، فاكر 2018 2019 ده دوري من اصعب الدوريات، وكان الزمالك يعني فارق كتير. طبعا، لكن في نفس الوقت كان غالي جدا على الاهلاويه، لان انت البطوله اللي انت احداثها بتبقى مرتبطه بشويه حاجات، وخصوصا جايه في قلبك، يعني في قلب الاهلي. قلب الاهلي هو مش البطولات وبس، خلي بالك يعني. تمام، يعني احنا من الناس اللي هي مؤمنه جدا جدا ان انت بطولاتك مهمه ورصيدك هايل وكل حاجه، لكن اساسك ده مهم قوي، اوعى تفقد ان انت صاحب المكانه وصاحب الرياده وصاحب الاهميه وصاحب كل حاجه في التعامل. يعني عشان كده انا دايما اقول ايه، يعني احنا من الناس اللي هي يعني تحب تبت من غير عشاء في البطولات. يعني مش احنا الناس اللي تقول مثلا اتعشت مثلا على مباراه او كاس او سوبر او حاجات ممكن تبقى حلوه وتفرح وبنشتغل عليها وبنبسط شويه، لكن اللي يملى عيني، تمام، اللي يملى عيني او اللي انا ببقى مبسوط منه قوي بطولات ام، زي مثلا الدوري، زي دوري ابطال افريقيا، سوبر، الناس تفرح بيه وتتبسط بيه وتبقى هايله ويزيد من رصيدك كبطولات. لكن البطولات اللي تملى العين، يعني بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال افريقيا، فيعني حته ان انت تستكفي بمباراه هقول برضو انها كويسه لانها بتبقى في رصيدك وتاريخك، لكن البطولات الكبيره هي اللي هي اللي بتبقى حلوه بالنسبه لنا. فعشان كده هتلاقي ثقافه المنظومة الأهلوية كلها إن أنت بتشتغل النهاردة، فرحنا وطلعنا وكسبنا وتصورنا وخدنا ميداليات، تاني يوم الصبح أنت بتقفل الصفحة. ليك فيديو بعد في مباراة صن داونز أعتقد، أو أنا آسف، نهضة بركان، بعد المباراة، لأ صن داونز بعد المباراة هناك اللي كان هناك
تقول لهم يا جماعه كسبنا وصعدنا وعملنا وكل حاجه. وده ده فيديو عفوي يعني. انت مش قايل لحد صورني والنبي يعني. انت فاهم ده حد مصورك. دخلنا الاوضه احنا دخلنا الاوضه ومن حق اللعيبه تفرح. واحنا طبعا. كمان كنا وانا كنت مبسوط جدا يعني. صن داونز يبقى من اقوى الفرق اللي موجوده على الساحه والفرق طبعا. المصنفه على الساحه في الوقت على مستوى افريقيا يعني. لكن كان مهم طريقه الفصل على طول تبقى الفصل موجود. من ممكن ارتاح على فكره بس دماغي شغاله يعني. دماغي شغالة حتة التركيز دي موجودة. هو مش بالضرورة ان انت تركز يعني تبقى مكشر كده يعني وحياتك حياتك كلها يعني مقفولة. لا طبعا انت بتشتغل في اجواء كويسة تبقى مبسوط ان انت رايح النادي ومبسوط ان انت بتتمرن ومبسوط ان انت بتشارك ومبسوط ان انت بتحضر وكل حاجة. لكن جواك يعني دايما الشغل بين القلب والعقل. القلب والعقل يعني قلبك متحمس جدا جدا وعايز. لكن عقلك شغال امتى اهدى شويه وامتى اتكلم بشكل مظبوط وامتى كلامي هيوصل وامتى لا الكلام لو وصل دلوقتي او اتقال دلوقتي مش هيبقى له التاثير اللي انت عايزه يعني. طيب اساله سيد مع اسلام. انا عارف النهارده كان في اساله بيتسو نمره واحد وانا متاكد ان اساله سيد مع اسلام هيبقى نمره واحد برضو كالعاده في 10 دقائق في ربع ساعه في نص ساعه انا متاكد طبعا. محمد فتحي بيقول لك خليك هادي وخلي القضيه بشويش. احمد عزت منصور حبيبي يا كابتن سيد عايز اعرف احمد ياسر ريان راجع ولا لا. انا عندي احساس كبير ان احنا هنفوز على الترجي. يا رب ان شاء الله. حبيبي احمد عزت بيسالك حبيبي يا كابتن سيد قلناها. رامي حبيبي الاهلاويه كابتن سيد بلاش المدفعيه الثقيله ما عادش حد فيه حيل خلاص. نورت بيتك يا كابتن سيد منور الدنيا كلها يا كابتن سيد وما يهمكش اي حاجه كلنا وراك وفي ظهرك يا اعظم مدير كوره في مصر. يا نهار كابتن سيد عبد الحفيظ مع ربنا يخليك قصف رايح ولا قصف ولا حاجه. احنا زي ما كابتن سيد بيقول الموضوع كله عباره عن ايه؟ ان احنا بنقول حقائق ما بنقولش اكتر من كده. كابتن سيد تحديدا يعني بيقول حقائق. انا لما بعوز حاجه فيها ارقام او حاجه بكلم كابتن سيد. سيد والنبي في 1 2 3 يقول لي في كذا يوم كذا حصل كذا بالارقام وبالدلائل وبكل شيء. فانا مستني كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها على اسال سيد عبد الحفيظ مع اسلام الشاطر ان شاء الله لسه مكملين مع حضراتكم. الحقيقه قبل بس ما اطلع انا بشكرك جدا يا حاج ايمن مره تانية على وجودك معانا وعلى كل اللي اتعمل خلال هذه الفتره. انا بشكرك جدا يا حاج ايمن وان شاء الله نلتقي قريبا في مرات اخرى. شكرا جزيلا يا حاج ايمن. انا بشكرك وربنا يكرمك يا رب ومشكرين على الدعوه الجميله دي. وبشكر الكابتن سيد وان شاء الله ربنا يكرم في بطولة أفريقيا وربنا يكرم في الدوري السنة دي بإذن الله. يا رب إن شاء الله. هنطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن كابتن سيد عبد الحفيظ وهنرجع نكمل. شخصية مش جديدة على النادي الأهلي. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ يعتبر خير خلف لخير سلف. كابتن سيد عبد الحفيظ سلسلة أو حلقة من سلسلة كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم. فإحنا ده مش جديد علينا يعني. الشخصية القوية والشخصية اللي عندها أهداف واضحة وعارف هو بيعمل إيه وبيعرف إمتى يرد وإمتى ما يردش ولما بيرد بيفحم. لأن طبعا المهاترات كترت وإحنا مش متعودين إن إحنا نرد على أي حد يعني. فهو كابتن سيد عارف هو بيعمل إيه كويس وده برضه ما يجيش إلا لما يلاقي فيه دعم من إدارة النادي وبرضه اللي هي برضه خير خلف لخير سلف. فإحنا بنتكلم على مبادئ مستمرة. كابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي نجم من أبناء النادي الأهلي. بصراحة إحنا مبسوطين جدا و من اللي هو بيعمله الإدارة والإدارة كويسة ومدير كرة ومدير كرة جيد. مدير كرة ناجح وشاطر وعلى دراية باللعيبة وبيقدم نجاحات كتيرة مع اللعيبة وموفق يعني مع اللعيبة. والله كابتن سيد عبد الحفيظ الصراحة يعني هو من أنجح مديرين الكرة في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي والحمد لله قافل على الفريق بشكل كويس أوي والحمد لله الأمور ماشية كويسة ونتمنى إن شاء الله إنه يكون مكمل معانا أطول فترة ممكن. في آخر 10 سنين ده أفضل مدير كرة مسك النادي الأهلي.
يعني اتحمل كتير وتحمل ضغوط كتير وانتقادات كتيره من بره، لكن بسم الله ما شاء الله كان واقف زي الاسد لكل حاجه ومتصدر كل حاجه. وانا بعتبر الدوري بتاع السنه اللي فاتت ده هو اللي جابه. اسلوبه مع اللعيبه اخوات، غير شخصيه قويه، غير بيقدر يتحكم في اللعيبه، في نفس الوقت ما يزعلش حد منه. انا شايفه من انجح الشخصيات اللي جت في النادي الاهلي كمدير كره في الفتره اللي فاتت دي. كابتن سامح حفيظ من مدير الكوره، انجح مدير الكوره في مصر، حضر عسوق كتير مدربين، جوزيه وحسام البدر ومحمد يوسف وكتير جدا، ونجح. بيقدر يلم الفرقه، بيقدر، عنده خبره، عنده الحنكه، تملي ماشي برضو بمبادئ النادي الاهلي ككل في الاداره، ما ناجح جدا في ادارته. كابتن سيد له قيمه كبيره موجوده في الجهاز الفني وامان كبير لفريق النادي الاهلي، وبيأدي عمله باخلاص والنتائج بتقول. كابتن سيد عبد الحفيظ من افضل مديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بعد الكابتن طارق سليم والكابتن ثابت البطل، هو من افضل مديرين كره موجودين في مصر حاليا. كابتن سيد ما شاء الله مدير كره ناجح، بقى له اخر 5 سنين مع النادي الاهلي، محافظ على الاستقرار الاداري اللي جوه النادي، بيعرف يحتوي اللعيبه والمشاكل بتاعتهم. صخره في الحته اللي ماسكها، يعني بيجيب حق الاهلي، ما بيعديش اي حاجه، ما بيعديش اي تجاوز ضد النادي الاهلي، يعني اداريا وككره في حته تانية خالص. دي قلشت الاخرانيه دي، ايه ده الجون الاخراني ده قلش مهني فيهم الترجي. الترجي ده انا عايش عليها. حسيت ان انت جبت التنجو. لا والله جبت عدد كويس من الاهداف. خلي بالك انا كنت لعبت كتير بكرايت برضه، اللي بلعب في نص في الحته اللي قدام دي. انا اعتزلت كمان وانا 28 سنه. ايوه ما انا بقول يعني في مرحله كان فيها النضج الكروي ده بيبقى في من 24 25 بقى، وانت طالع بقى حاجه حلوه يعني. بتفكر ازاي يا سيد؟ يعني الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة من ناحية كل حاجة، حتى السفرية كانت صعبة. يعني جنوب أفريقيا، تطلع من جنوب أفريقيا ترجع أسوان، ومن أسوان ترجع على أو تروح الدوحة، تخلص المباراة وترجع. أنت بتفكر الحاجات دي كلها، الترتيبات دي كلها ترتيبات إدارية كبيرة جدا، الناس متخيلة. أصل إحنا بنقولها إيه، أنت سافرت من هنا رحت هنا عملت هنا، الحاجات دي كلها بتعملها إزاي؟ بتفكر هنا هعاقب اللعيب الفلاني، حد مكافأة للعيبة العلاني، هقف مع بيتسو موسيماني زي ما هو بيقول في كذا وفي كذا وفي كذا، بتعملها ازاي؟ اولا بص، لازم يبقى في خط اتصال دايما ما بينك وبين المدير الفني. تمام، يعني في حاجات كتير قوي لازم يبقى في، ممكن تبقى 95% يعني من رؤيتك او تفكيرك لازم يكون مرتبط مع المدير الفني. فبتقعدوا وبتتكلموا وبتشوفوا انسب الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده. ممكن تاخد راي لعيبه في بعض الاوقات على فكره، خصوصا اللعيبه الكبيره يعني. لا معلش، النقطه دي تاني، ممكن تاخد راي لعيبه؟ طبعا كوي. طبعا لا اصل الناس متخيله ان سيد عبد الحفيظ ايه، ديكتاتور. لا خالص، يوم جاي داخل انت مخصوم منك مليون جنيه، انت مخصوم منك 10. لا افصل ما بين حاجتين بس. فضل. افصل ما بين حاجتين. ان انت، انا مؤمن جدا ان اي علاقه في الدنيا كلها سواء كانت عمل او حتى على المستوى الانساني او الشخصي لازم يبقى فيها مساحه. انا بدي لك مساحه، بدي لك مساحه في تفكيرك، في قراراتك، في حاجاتك، في شغلك، في اي او اسف في تخصصك، اي حاجه. وفي اوقات لا، رولز بقى اللي بيجمعنا. تمام، يعني ايه؟ يعني في لائحه عمل كده بيني وبينك. ما ينفعش انت تكسرها خالص. انا على نفسي، عن نفسي قبل ما اكون على غيري. قبل ما يطبقها على لعيب لازم تطبقها على نفسك. فاللائحه اللي موجوده في النادي دي ما ينفعش تيجي تناقشني فيها. اوكي، لائحه مثلا زي التاخير، زي الخصم، زي التجاوز، زي حاجه انت عملتها، لا دي مصلحه النادي بقى وحق النادي فين. يعني اتنين بيتخانقوا في الملعب، اوكي، اتنين لعيبه اتخانقوا في الملعب وصلحناهم وتمام التمام، وجبنا يعني كوبايتين عصير ليمون وتمام، وبقوا 100 100. انتوا اخوات وحبايب واصحاب، وبمجرد ما هتخشوا الاوضه على فكره، بمجرد ما تخشوا الاوضه مع بعض هتتصالحوا. انا مقتنع تماما بده. تمام، طب وحق النادي فين؟ يعني انت بتتمرن داخل استاد التتش، وفي ممكن لعيبه صغيره موجوده، وفي مدرب موجود، وفي مدير كره موجود، وفي جهاز فني موجود. فين احترامك للنادي؟ فين احترامك للتيشيرت اللي انت لابسه؟ فين احترامك للمدير الفني؟ فين احترامك لمدير الكوره؟ تمام؟ ده يبقى هنا حق النادي، لكن انتوا اتصالحتوا خلاص، اتصالحتوا، انا متاكد من ده وعارف ده كويس قوي. اوكي؟ لكن في وقت تاني باخد رايك فيه، يعني الاجواء ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ احسن لكم ايه؟ يعني نفسيا ايه؟ انت برضو من ادوارك المهم قوي قوي
ان انت تخلق مساحه او تخلق اجواء صحيه سواء للجهاز الفني او للعيبه. اسلام ده مهم جدا يعني. لا اصل الناس فاكره زي ما انا بقول لك كده انت بتخش كل يوم الصبح يا فلان انت كذا يا فلان انت كذا. لا خالص والله انا حته الخصومات دي يعني حتى خصومات او مكافئات انا بتكلم على الجنبين برضه لايحه بالظبط برضه لايحه. ما هو ده حق برضه النادي يعني زي ما انت بتاخد حقك وفي اوقات كتير قوي احنا بنراعي كمان ان انت مثلا يعني بطوله مباراه مهمه مرحله مهمه ولا حاجه فبنحاول نعمل احسن حاجه من خلال اللائحه برضو يعني ده من خلال اللائحه. فيما يخص السفريات بقى فانت بتقعد مع الراجل هل الانسب لنا وبتحسبها بنقط كتيره يا اسلام هل احسن لنا ان احنا مثلا لما نسافر جنوب افريقيا نرجع تاني في مصر هنا نعمل فصل يوم هل اللعيبه هتبقى محتاجاه ان احنا هنروح بدري شويه جنوب افريقيا اوكي فافضل لنا ان احنا لما نقعد هناك 5-6 ايام ولا حاجه هتبقى الفتره طويله فنيجي نفصل يوم هنا ولا افضل لنا ان احنا نسافر من جنوب افريقيا على قطر. احنا كانت راينا اللي عرضناه على الراجل تمام وبعد كده بناخد فيه راي طبعا بنقول للكابتن الخطيب ولجنه التخطيط ان لا من الافضل ان احنا نطلع من بره على طول اوكي ايا كانت النتيجه. بس ما كنتش خايف من ان طول المده يعني 14 يوم 15 يوم انت عارف يعني انت راجل انا هقول لك حسبناها ازاي هو انا حسبتها ازاي. احنا مثلا كنا في كاس العالم للانديه مظبوط من حوالي شهرين فانت عندك تعامل عشان كورونا فانت بتخش بتاخد حاجات احترازيه شديده جدا فالحته النفسيه دي ممكن تاخد مني 24 ساعه 48 ساعه أوكي. لو انا سافرت يوم 25 26 المباراه يوم 28 تمام فحاله التركيز لما هروح للمباراه ما تبقاش في اعلى حاجه مش هتبقى في اعلى حاجه اوكي. لكن لما اسافر 23 24 يوم ما هوصل ل 25 بالليل هبدا حاله التركيز تبدا من 26 27 وده اللي انت عايزه وده اللي انا عايزه أوكي. تمام لكن لو اتاخرنا شويه او كان هتبدا من 26 مثلا او 25 بالليل بالليل يعني فده اللي احنا عايزينه تمام. 2 و3 ايا كانت النتيجه بتاع صن داونز لو انت نزلت هنا كنت هتنزل يوم 23 هتروح مش عايز اقول هتفك لكن هتاخد مساحه من الاهل والصحاب والزيارات والخروج يعني برضه مش هتبقى هي الامثل يعني فكان من الافضل ان احنا نسافر على طول. وصراحه النادي يعني الخطيب ما بيتاخرش في حاجه يعني سافرنا على طول من جنوب افريقيا طبعا يعني. كمان طيب هسالك بقى السؤال التقليدي انت عشرت مدربين اجانب كتير جدا تمام كمدير كوره يعني ايه الفرق ما بين بيتسو موسيماني الحقيقه هو اول افريقي يكون متواجد في النادي الاهلي كمدير فني وما بين المديرين الفنيين الاخرين؟ بص يعني هو الراجل طبعا يعني اعتقد ان شغله واضح وشغله باين ولما كمان الوقت هيطول شويه اعتقد ان بصماته هتظهر اكتر يعني لكن انا بالنسبه لي في شغل انا كلهم واحد على فكره يعني كل واحد لو معايا مدرب مصري معايا مدرب هولندي معايا مدرب جنوب افريقي معايا مدرب كل واحد انا ليا تخصصي وليا دوري ما بتعدهوش ابدا وهو له الحته الفنيه وله كمان الحته اللي ممكن لازم نتناقش فيها ولازم نتكلم عليه معاه فيها ده مهم جدا جدا. انا ما ببصش للاسم اللي معايا انا ببص للبوزيشن اللي معايا البوزيشن هو مدير فني اوكي يبقى اسلام محمد علي حسين اي حاجه بقى خلاص كله مفيش علاقه ده مدير فني النادي الاهلي اوكي ده مدير فني النادي الاهلي تمام لازم يبقى الناس كلها عارفه اللعيبه والجهاز وكل اللي حواليه عارف ان ده مدير الفني النادي الاهلي فله تعامل معين له اهميه كبيره جدا جدا لازم من خلاله كل حاجه هتتعرض لحاجات هنتعرض لحاجات منها على سبيل المثال مثلا ممكن يقول لك ايه يعني اخبار كتير منها بقى يعني في وقت من الاوقات كده اصل سيد قعد مع موسيماني اصل كابتن خطيب قعد مع من اخر الحاجات اللي طلعت يعني الفتره الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا وقعدوا يتكلموا الكابتن خطيب مع موسيماني في حضور سيد او من غير حضور سيد يعني على مين الصفقات اللي جايه لا هي وقتها ولا هي قناعه مثلا او لو هي حاجه مقنعه ابدا ان انت تقعد في مرحله زي دي تتكلم على اللي جاي بعد 3-4 شهور وانت كمان لسه داخل على سيمي فاينل افريقيا وداخل على نهايه الدوري. النقطه دي يا سيد ما هو السؤال برده انا اقول لك ايه ما انت القيد الافريقي مثلا هيقفل يوم 30 30 ايه 30 يونيو 30 يونيو اللي انت بتتكلم اللي جاي ده طيب اوكي حلو جدا هتعمل ايه ما هو انت لازم انا معاك ما انت مكمل في الدوري يا اسلام في حاجه اسمها اولويات المرحله ايوه اولويات المرحله اللي انا فيها دي مش ممكن ابدا اقعد افكر في رقم 3 ممكن احضر على استحياء شويه
بعض الحاجات بعض الاسماء بقى. لكن ما تاخدش من تفكيري وتركيزي. انت جاي السنه الجايه، يعني انا بشتغل للسنه الجايه، اه حلو، ممكن اشتغل لخمس سنين كمان، اوكي ما فيش مشكله، لكن مش ممكن كل يوم هقعد اتكلم على السنه الجايه وانا في ايدي دلوقتي. طبعا يعني انت هتشتغل السنه الجايه عشان ايه؟ عشان افريقيا والدوري. طب ما انت في افريقيا والدوري قريبين منك، خلصهم الاول. لا، وهل ممكن تشتغل عشان كاس العالم ولا مش بقول كده ان انت ما بتبصش للمستقبل، بتبص. لكن من الحاجات اللي هي ممكن تبقى مش في وقتها وممكن الناس تاخد من تفكير الناس شويه، ان فلان جاي، اصل فلان هجيبه، اصل فلان هيمشي من النادي، اصل فلان خلاص جاي له عرض، اصل فلان انا بكلمه من هناك، اصل كابتن خطيب قاعد مع موسيماني، اصل اتفقوا على مين يدخل ومين يخرج ومين. يعني هل يعقل ان انا اقعد مع مدير فني قبل مباراه زي سان داونز مثلا، مباراه عوده ومباراه مهمه جدا جدا في الصعود للسيمي فاينل، او قبل مباراه السوبر اقول له مين هيمشي ومين هيقعد؟ طبعا الكلام ده مش صحيح خالص. يعني اتعودنا ان الاخبار دي تتقال في وقت معين من السنه، لكن انا بقول لك على عدم المنطق اللي ممكن يتقال في فتره زي كده. لكن في النهايه برضو انت مطالب ان انت تكون جاهز في اي وقت لما يجي المدير الفني او لما يطلب منك ان انت بتخطط. اصل انت ما بتخططش المستقبل، تخطط لمستقبل فريق برضو هرجع. حلو حلو. ما انا بقول لك انت على استحياء بقى، يعني نتكلم شويه، ممكن في لعيبه عايزين نبقى نتابعه تمام، لكن ما اقولش يعني خلاص انا خدت قرار في ده، لان الكره برضو هقول الكلمه اللي الواحد بيقولها على طول، الكره فيها متغيرات كتير جدا. في كل لحظه ممكن يبقى فيها متغير، وفي كل لحظه ممكن يبقى فيها حاجه كانت قريبه النهارده بكره ممكن تبقى بعيده قوي، وكانت حاجه قريبه النهارده او اسف كانت بعيده قوي النهارده ممكن بكره تبقى قريبه جدا. ماشي. يعني مش عايز بس يعني اشغل الفرقه. أيوة. واشغل الناس بحاجات مالهاش علاقه بالواقع. بالعكس، انت اللي موجودين في الوقت الحالي هم الناس اللي انا هكمل بيها افريقيا، وان شاء الرحمن هناخدها، ولينا حاجه عند الترجي من 2018 عايزين ناخدها، لينا حاجه عند الترجي عايزين ناخدها، عايزين ناخد الحاجه دي باذن الله. يعني طبعا فرقه الترجي فرقه كويسه وفرقه محترمه، وبيننا وبين بعض يعني علاقه كويسه جدا جدا جدا، ويكفي ان انت تقول الاهلي والترجي عشان تعرف مدى اهميه اللقاء، لكن احنا لينا حاجه عند الترجي من 2018 عايزين ناخدها ان شاء الله الرحمن. فمش منطقي ان انا يبقى فيه كلام بعيد عن الحقيقه اللي احنا عايشينها. احنا عايزين نعيش حاله ملناش علاقه لا يميننا ولا شمالنا ولا ورانا ولا قدامنا غير الترجي. يعني ملناش غير الترجي. إيه رامو لسه بعد كده عامله لك؟ لا، ان رامو دي كانت في 2009. لا دي احنا بنتكلم على 2012 2018 2018 ان شاء الله الرحمن لينا حاجه ان شاء الله ناخدها. ايه طب تقول لنا الحاجه؟ لينا حاجه، احنا كان عندنا مباراه نهائيه هناك. اللي حصل يعني. فعايزين يبقى ده تركيزنا. دي اهميه المرحله اللي احنا فيها. الحسابات المحليه والدوري المحلي الحسابات عندك في ايدك، لكن مش وقتها دلوقتي. تمام. لما نرجع لها ان شاء الله الرحمن برضو الحسابات في ايدنا احنا. يعني في ايدنا احنا، في ايد الاهلي. يعني مش 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 كل زي مثلا 2018 2019 اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه، كانت الحسابات في ايدي وفي ايد غيري. تمام. لا ده كان متفوق بكتير. اوكي. يعني انت لازم تكسب وغيرك يتعطل. مظبوط. انت دلوقتي الحسابات عندك انت بس، انا مش عايز ابص لحد تاني خالص. انا يتعطل ما يتعطلش مش دي بتاعتي. مش بتاعتي. لو اتعطل ساعدني تمام، وهنقول له شكرا جزيلا ومتعودين حلو جميل. لكن لو ما تعطلش احنا عندك انت، الموضوع يعني عندك انت. بس هل ينفع ان انت تتكلم فيه دلوقتي؟ لا طبعا. تبقى اسف يعني، اسف في التعبير، مش هتبقى راجل ذكي خالص يعني. تمام. انت عندك الترجي، نخلص الترجي على خير ان شاء الرحمن يوم 19 ويوم 26، وبعدين نبص بقى. بس الناس مش مطمنه قوي في موضوع الترجي برضو، او يعني شايفين ان الترجي عندنا اصابات، عندنا من وجهه نظرك كلاعب بقى مش كمدير كوره، او يعني كنجم كبير، شايف مباراه الترجي دي ازاي في ظل ان زي ما انت بتقول ان دول اكبر يعني نادي الاهلي وبعدين الترجي على طول؟ طيب لا، حساباتها برضو حسابات ليها علاقه نفسيه شويه على فكره. ايوه. ان انت تخش المباراه وخصوصا لفراد السناك، ان انت تخش بشخصيه الاهلي بشخصيه الاهلي. يعني في 2012 كنا بنلعب فاينل مع الترجي. أيوة. الفرق بين 2012 و2018 الاثنين فاينل. الاثنين فاينل والاثنين مع الترجي. ان انت دخلت مباراه الترجي في 2012 وانت راكب المباراه من اول ثانيه، من اول ثانيه انت اللي راكبها، شخصيتك فارضها وشخصيتك يعني باينه من اول لمسه ومن اول باص. في 2018 لا، ما حصلش ده. في 2018 ماليش علاقه بالاجواء اللي حصلت قبليها ولا حاجه. مش عايز انساها، لكن مش هتكلم فيها يعني، مش هنساها، مش عذر يعني. مش هنساها لكن مش هتكلم فيها. هي. اوكي. لكن مش عايز اخش بشخصيه مهزوزه. انت عايز تخش بشخصيه قويه، شخصيه بطل، شخصيه حامل اللقب. اوكي. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن تعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى ما يكونش موفق، والعكس صحيح. بس عايز تخش بشخصيه قويه، ما تخش بشخصيه مهزوزه. طيب. برضو المباراه دي بالنسبه لك ايه يعني؟ مباراه، انا عايز اركز على ماتش الترجي، لانها اعتقد ان يعني زي ما انت قلت، انا حتى عندنا قلت هنا في قناه الاهلي بعد مباراه نهضه بركان،
لما كريم سالك قلت له الناس وانا ماشي عماله تقول لي العشر واحنا لسه بنلعب السوبر الافريقي. ما دي برضو عقليه الاهلاويه يعني العقليه اللي هي يعني زي ما قلت لك في بدايه الكلام يعني من الناس اللي هي يعني ما مش هتاخد بطوله تقول لك اتعشت اتعشت سوبر الحمد لله سوبر اتعشت ده المعده خفيفه قوي ده احنا الحمد لله احنا مش عايزين بطولات تاني لا يعني لا انا مش بتكلم على الاهلي عارف يعني ده انت لو بتعشى يعني السوبر جميل طبعا يعني السوبر اكيد حلو السوبر الافريقي حاجه تحفه وحاجه جميله جدا حتى السوبر المحلي سوبر حاجه بطوله زي ما قلت لك لكن اللي يملى عيني بطولات زي الدوري دوري ابطال افريقيا السوبر بفرح بيه طبعا يعني لكن يعني كانك بتتعشى بزيتون انت بتتكلم يا ابني دوري وكاس سوري ودوري ابطال افريقيا يعني لا انت بتتكلم على ان هي البطوله دي بالنسبه للفريق بياخد بطولات على طول بطولة برضو بتتحط وبتتعمل كل حاجة بس في النهاية انا اقول لك بتفرحني وبتفرح جماهيري بس بتفرح بها زي فرحة دوري ابطال افريقيا مثلا لا طبعا زي يعني انا الكاس مهم جدا اوكي لكن دوري وكاس ايهم اقوى دوري يعني حتى الناس العقليات الكبيرة في كل حاجة في اي مكان في الدنيا كلها تصنيف الفرق بيجي منين بطل دوري ولا بطل كاس دوري بطل دوري يعني بطل دوري بس عشان الناس ما تقولكش يعني طيب ومش عارف هيطلع ايه اصله قال ان الكاس مش عارف ايه لا مش لا طبعا مهم جدا وكويس وكل حاجه لكن انا بقول لك اللي يمنع عيني يعني اللي مبسوط بيه قوي طبعا يعني طبعا البطولات الثانيه بفرح وببقى مبسوط وببقى عايز اخدها وليها دوافعها وليها كلامها لكن البطولات الكبيره زي الدوري وزي دوري ابطال افريقيا اعتقد ان هم الاساس يعني طيب خلينا ناخد بعض الجماهير اللي بعت لحضرتك كابتن سيد يقول لك بنحبك بجد يا كابتن سيد ربنا يوفقك ده سيد هو اسمه سيد غزاله اللي بيقول لك كده ربنا يوفقك يا كابتن بجد القناه منوره بيك مصطفى يونس بيقول نورت بيتك يا كابتن سيد يا عم البلد اقسم بالله بدون مجامله وانت في الملعب كنت اعظم لاعب واخطر لاعب في جيلك ربنا يكرمك في اللي جاي يا رب العشره ومركز اول في كاس العالم يا رب ان شاء الله بس بيقول لك ايه يا رب مركز اول في كاس العالم طبعا محمد بيقول طبعا اكيد يا كابتن سيد انت عارف جمهور الاهلي بيحبك ازاي وبندعمك ودايما في ظهرك والنهارده القناه نورت بوجودك انت اشكرك جدا سيد باشا عبد الحفيظ اللي سحب رخصه ميكروباص المح ومنور الدنيا يا قائد ده حسام يا جماعه ما تخلونيش اقرا كده على طول عشان ايه في حاجه في ناس بتزعل يعني ما ينفعش يعني اسئله كتيره جدا انا كنت متخيل الحقيقه ان الدنيا ايه مش عايز اقول لك اسئله قد ايه طيب ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه في تونس وكل الدعم ليك وده عموري لنا حاجه عند الترجي من 2018 عايزين ناخدها لو سمحت ان شاء الله يا حراق هناخدها دي منال ظريف طيب قبل ما نكمل كلامنا ولسه عندنا اسئله كتير للكابتن سيد خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ واسئله كثيره جدا سيد مفيش ماتش من الماتشات او فتره من الفترات حسيت ان انت عايز بس ايه مجرد ان انت تمشي من منصبك ترد على ناس وترجع تاني حصلت الفتره ارد على ناس يعني بيسيئوا للنادي بيسيئوا للجماهير بيسيئوا للفرقه لا هو انت برضو يعني لازم تكون ذكي يعني في بعض الاوقات ما يعني ما ينفعش ان انت ممكن زي بيقولوا عندنا في البلد كده نفسك تاكلك يعني ايه نفسك تاكلك لما يعني حد يعني حد يتكلم على حد يخصك يعني وانت بتتعامل في الاهلي زي بيتك يعني بس الصح ان انت في اوقات كتير جدا كله بالعقل يعني ازاي تاخد حقك بالعقل برضه يعني وازاي تاخد حقك بأسس النادي وقيم النادي ومكانه النادي يعني تمام لكن ما اعتقدش ابدا ان في حد ممكن يعني غير واحد مهفوف يعني اللي يشكك او يتكلم على الاهلي بتاريخ بحاجه مش فيه يعني يا اما واحد اساسا يعني مغرض او واحد كاره لنفسه او واحد لكن اي حد عنده منطق وعنده حق يعني هيقول الناس دي بتشتغل كذا وبتشتغل كذا وبتشتغل كذا وموقفها كذا حتى احنا في الاجتماع الاخير بتاع الانديه على فكره والله يعني انا كنت موجود كواحد بيمثل النادي يعني او موجود للنادي الاهلي قلنا لهم اول حاجه اتقالت
احنا مع المنظومه بشكل كويس قوي، واحنا كمان بيغلبنا الطبع او المصلحه العامه حتى لو كانت على علينا، بس في اطار رولز معينه وتكافؤ فرص بس مش اكتر من كده يعني. انت بالمناسبه في الماتش ده اتقال، او في الاتحاد الكره في اجتماع اتحاد الكره الاخير، اتقال ان انت كنت مع حد وقلت له ان هدف المصري اللي دخل فيهم لمسه يد، انت قلت كده فعلا؟ ده راجل ما اعرفش يعني، يعني بيحلم ازاي ده ولا بيتكلم ازاي ده اساسا يعني. وبعدين انا يعني احترامي الكامل للجهه اللي هو بيمثلها او بينتمي ليها يعني، ما ينفعش تقول حاجه على لساني انت انا ما قلتهاش ابدا. واللي قالك كده يعني مثلا يعني ويا واحد بيضحك عليك يعني، مش عايز اقول اكتر من كده يعني. بس حاجه غريبه ان حد يطلع يقول الكلام ده يعني. انت شايف علاقتنا يعني رائعه قوي بلجنه التحكيم او لجنه الحكام عشان اقول لكابتن وجيه احمد يعني، يعني حاجه لي انا علاقتنا خلاص سمنا على العسل يعني. يعني ده انا ما بتوقفش غير بينهم. انت ما بتوقفش يعني، مش عارف كل شويه مذكره كل شويه مذكره. لا طبعا ده اي هبد وخلاص يعني، وما اعرفش هو اتكلم عليا ليه اصلا يعني. انا ما اعرفش اتكلم عليا ليه اساسا يعني. انا ما اعتقدش ان احنا اتجمعنا مرتين ثلاثه يعني. طبعا بنحترم كل الناس وكل، لكن ما ينفعش ان انا يعني انا ما ذكرتش اسمه في اي حاجه خالص ولا ذكرت حتى اصلا. ما ينفعش، ده تصريح خطير ان هو يتقال كده. عشان كده انا عايز اخده من بقك يعني، انت ما قلتش هذا الكلام. انا بقول لك يعني ما اعرفش جابه منين يعني. هو جابه منين اساسا يعني. يعني انا قعدت مع واحد وحكم، وقعدت مع رئيس لجنه الحكام، فقلت له تعالى والنبي ده انا ضميري بيوجعني قوي يعني ان كره محمد شريف ما هو هدف صحيح 100%. ولسه كنت هقول لك هي اساسا ما فيهاش الكلام ده. ما بقول لك هدف صحيح 100%. يعني فانا لو يعني لو هتبقى في قعده مع كابتن وجيه هقول له على اللي فات يعني. احنا كنا بنصلي الدور، وبعدين بعد ما خلصنا صلاه الدور في الاجتماع كان هو موجود يعني. قلت له بقول لك هو البنالتي يعني البنالتي بتاع وادي دجله يعني كان ليها بنالتي فظيع في وادي دجله فظيع جدا يعني. فلا طبعا ما حصلش خالص يعني، واستغربت اصلا. وبطلب منه يعني طالما انا ما جبناش سيركو خالص في اي حاجه، وما تعرضتش لكم في اي حاجه خالص لا من قريب ولا من بعيد، وما اعتقدش ان انت يعني من حقك ان انت تتكلم على حاجه تخصني او تتقال عليا يعني، غير يا اما تستاذني يا اما تعرف الحقيقه قبل ما تقول على الهوا يعني كده خلاص. واعتقد ان تحريف التصريحات ده بيبقى بالنسبه لك انت كمان كمدير كوره للنادي الاهلي بيبقى صعب جدا يعني. في فتره برضو فاكر انت من شهر تقريبا او يمكن اقل من شهر، مظبوط، لما اتقال ان انت خدت تليفون او جهاد اسمه كابتن جهاد جريش لما انت خدت التليفون وكلمته، او يعني انا هشيل انت مجرد وقلتها هنا التصريح ده على فكره. انت قلته في قناه الاهلي لو فاكر. مظبوط. الموضوع ده بالنسبه لك برضو بتفكر فيه ازاي؟ ليه بتتاخد دايما تصريحات سيد عبد الحفيظ وبتروح في حته ثانيه خالص؟ وعايزين يوقفوك ويعملوك ويوقفوه ويضغطوا ويعمل. لا بص، اولا بص احنا بنحترم كل المنظومه طبعا يعني. ممكن يبقى بيننا وبين بعض مناقشات في الحق يعني، في الحق يعني. انت بيني وبينك رولز مثلا يعني، حقك وحقي تمام. حق النادي ده محدش فرط فيه ابدا. ايوه اوكي، لان هي مش حاجتك الشخصيه يعني. انا ممكن الناس تاخد عليا حاجتين مثلا. انا ممكن اكون بره شغل شخصية مختلفة خالص عن جوه الشغل. خالص. أنا بتكلم جد والله مش بهزر. يعني ممكن تكون شخصية مختلفة تماما يعني. على النطاق الإنساني أو النطاق الشخصي أنا حر. تمام؟ أسامح إسلام، أتجاوز عن اللي بيعملوا معايا إسلام، يعني أكبر دماغي من إسلام، يعني ما أركزش قوي مع إسلام، دي شخصيتي. لكن في الشغل، في الشغل ده مش بتاعتي، مش عزبتي هي. مش شركتي. ده شغل. في مسؤولية كبيرة وفي ناس كتيرة جدا ملايين. تمام يعني ممكن ما تنامش عشان نتيجه مباراه مثلا، او ما تنامش عشان ترتيب فرقه مثلا. تمام، فانت عندك مسؤوليه اكبر كتير جدا جدا مما تتخيل. اوكي، فما ينفعش ان انت مثلا ايه تتجاوز او اسف ان انت يعني تتنازل في حق هو اصلا مش حقك انت، ده حق النادي. اوكي، فحته واحد يتحرف تصريح او واحد يقول تصريح على مزاجه، او واحد حتى مثلا يعني ممكن يقعد 6-7 شهور يتكلم عليك، ممكن ده في ناس ممكن واحد ممكن يقعد 7-8 شهور يتكلم عليه وهو ما يستحملش 15 ثانيه، والله ما بيستحمل 15 ثانيه خالص. ده كتير. لا هو شخصه ما يستحملش 15 ثانيه. تمام، وبعدين يقعد يتكلم عليك مثلا، يبدا حلقته ويبدا ينهيها في كلام على شخصك. برضو مش ده اللي بيشغلك ولا ده اللي يضايقك يعني خالص. وبرضه هرجع اقول لك على حاجه يعني، انا من الناس اللي بتزعل من الناس اللي بحبها يعني. انا ممكن ازعل من حد بحبه جدا يعني، كان بيني وبينه عشره، كان بيني وبينه عيش وملح، كان بيني وبينه صحوبيه، لانه يعرفني كويس يعني، فيعرف سلوكياتي او يعرف اخلاقي او يعرف دماغي. لكن لو حد على نطاق الزماله كده لا ما بزعلش يعني.
ايا كان الوضع ايا كان الوضع هقفل بس الحته دي شويه. اتفضل. ايا كان الوضع يعني انت مش عايز اقول ترمي ورا ظهرك، لازم تفكر في بكره. بكره بالنسبه لك هو شغل. تمام، يعني بكره بالنسبه لك هو ازاي تحضر له يعني. اكبر حاجه بقى ممكن تكون رد كويس قوي ليا وللنادي وكل حاجه، مش الكلام وبس، الكلام ده سبب من الاسباب اللي ممكن تنجح، لكن هي مش كل الاسباب. مش هي كل الاسباب بقى، هو الشغل هو اللي كل الاسباب. تمام، فاكتر حاجه ممكن تبقى هي الرد الاساسي يعني هو شغلك يعني. كابتن سيد، كلام كتير خلال هذه الفتره على ان اللاعب الفلان الفلاني اسلام الشاطر ده هيمشي من الفرقه، سيد عبد الحفيظ هيقعد. انت اتكلمت في النقطه دي انا عارف من شويه، ولكن هل في دماغ النادي الاهلي دلوقتي حاجه غير مباراه الترجي؟ لا خالص، ما انا قلت لك من حوالي 5 دقايق قلت لك يعني كان في اخبار كتيره طالعه ان كابتن خطيب قعد مع موسيماني واتفقوا على مين اللي جاي ومين اللي ماشي. ممكن كنت قاعد مع موسيماني، ممكن كنت قاعد معاك انت. الكلام ده ما حصلش خالص ابدا يعني. ممكن يبقى هدف في الوقت الحالي هو اللي بيقوله، ممكن يبقى في دماغه ان هو ده خبر فالناس تتداوله كده بالظبط، لكن ممكن يبقى له تاثير سلبي جدا عندك هو ما حصلش اصلا. ومش من منطقي زي ما شرحت وقلت من 10 ل 15 دقيقه يعني، مش منطقي ابدا يبقى عندك اولويه مرحله زي افريقيا والتكمله في البطوله الافريقيه او بطوله السوبر وتستعرض حاجه زي كده يعني. تمام. برضه يا كابتن سيد، سؤال جه كده على دماغي معلش، مباراه الزمالك لما عرفت ان الشناوي مش هيلعب حسيت بايه؟ كنت متضايق؟ كنت زعلان؟ كنت خايف؟ اني يعني مباراه الزمالك اللي ما لعبهاش الشناوي، محمد الشناوي. لا بص، الشناوي طبعا قوه من الاساسيات في الفرقه بشكل كبير قوي يعني، كان على المستوى الشخصي قبل الفني كمان يعني. تمام، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا، ومش هقول لك والله العظيم ثلاثه حتى لو مصطفى شوبير اللي كان واقف. تمام، يعني انا مش من اللي هو اصغرهم يعني، مش من الناس يعني، مش تقليلا مصطفى، مصطفى جون كويس قوي، لكن انا بتكلم على اصغرهم سنا. انا عندي ثقه كبيره جدا في علي لطفي، كبيره جدا جدا، واحنا كجهاز يعني احنا ما اتكلمناش مع لطفي ربع دقيقه فعلا. والله خلاص، انا انت لعيب في النادي الاهلي، هو احنا جايبينك ومشترينك او مطلعينك من قطاع الناشئين عشان تلعب مباراه درجه ثانيه ودرجه ثالثه وخلاص على كده وتروح؟ ما انت جايبينك عشان تلعب مباراه كبيره زي دي. مظبوط، عشان كده برجع اقول دايما يعني القايمه لازم تكون قويه جدا. القايمه لازم تكون قويه جدا، لازم تحضر لها كويس قوي وتجيب عناصر كبيره جدا، لان انت هتتعرض في مواقف في السنه في اوقات بتبقى محتاج كل واحد يعني. تمام، لكن شناوي طبعا يعني حاجه من الناس اللي هي عامله ماتشات كويسه قوي وبطولات كويسه قوي 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 قوي، بس في نفس الوقت عندي ثقه في كل الناس، كل الناس اللي موجوده هنا. كابتن سيد برضو سؤال، صالح جمعه من اللعيبه اللي تعبتك جدا؟ صالح له مكان عندي على فكره يعني، رغم ان ممكن اكون من الناس اللي اصل كنا بنسمع خصمت له كتير، لكن له مكانه في قلبي يعني. والله يعني ممكن اكون صعبان عليا موهبته، ممكن ممكن اكون متعاطف مع الموهبه مش مع الدماغ. تمام، كلنا ممكن، لكن كنت اتمنى ان هو يكون في حته احسن كتير من اللي هو فيه. يعني مثلا في ناس ما يعني انا احب جدا كابتن علي مهيوب جدا طبعا، من الناس اللي اثرت فيها جدا على المستوى الفني جدا. تمام، من وانا صغير يعني، من قبل حتى ما ابقى في الدرجه الاولى ولا حاجه يعني، على المستوى الفني. علاء مهيوب و مع الحفظ بالالقاب يعني، كابتن علاء مهيوب طبعا وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن حازم امام. تمام، حازم امام طبعا، دي من الناس اللي هي يعني كنت احب قوي اتفرج عليها قوي في الجيل بتاعي طبعا يعني، في الجيل بتاعي او اللي قبلي بشويه، لكن في اجيال طبعا سبقتنا بشكل كبير قوي كان مواهب كبيره قوي. اشوف ان حازم امام، كابتن حازم امام ووليد صلاح خدوا حقهم سن مش زي يعني كابتن علاء. كابتن علاء مهيوب اشوف ان هو ما خدش حقه بشكل كبير قوي كنجوميه. يعني كابتن علاء مهيوب وانت بتتفرج عليه زمان يعني كده يعني حد متكامل. ايوه، لعيب كره متكامل، لعيب نص ملعب متكامل من كل الاتجاهات يعني، مهاره، سرعه، قوه، تكمله، صناعه اهداف، حاجه ممتازه. فكنت دايما الموهبه الواحد بيتصعب عليه شويه لو خدت مكان اقل من اللي تستحقه يعني. اليو ديانج هيمشي فعلا زي ما بيقولوا؟
قالوا ديانج هيمشي وقالوا 8 بكام؟ 8 مش عارف ولا 9 مليون حاجه كده رقم. انا قلت لك بقى يعني ارقام كتير على فكره. دي حاجه حلوه ان يجي لك طبعا عرض. طبعا يعني دي حاجه حلوه يعني حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه وما تتكسفش انها تقولها على طول. بس في رولز عندك في النادي. لو جال عرض زي كده هتناقشه مع المدير الفني احتياج الفرقه ايه؟ هل في احتياج شديد قوي للفرقه؟ وبعدين لو المدير الفني قال لك لا ممكن يبقى في استمراريه خلاص الملف جاله ولا ما جالوش؟ ما جاليش حاجه رسمي خالص خالص. ما جاليش حاجه رسمي خالص. ومنها مثلا على سبيل المثال الكهرباء مثلا. تمام. اصل الكهرباء ماشي. اصل الكهرباء قاعد. اصل الكهرباء ما اعرفش الراجل الحقيقه اتكلم. اصل الكابتن الخطيب اداله 1000 دولار فهديه. هو اللي حصل في الموضوع ده ان احنا كنا قاعدين بنتفرج على الكابتن الخطيب جنب بعض في التمرين. التمرين وبعدين في هو عمل اسبوعين تمرينات رائعه جدا عشان كده الراجل كان اتكلم عليه كويس هناك. اتكلم عليه الحقيقه لا وهناك كمان قدام اللعيبه كلهم اتكلم عليه كويس. قال له انت بتتمرن كويس قوي وانت بتنفذ اللي انا عايزه ودي حاجه حلوه جدا. فاحنا قاعدين في اثناء التدريب في كره جت للكهرباء كده فكان الخطيب قال لي لو يعملها كده عملها راح عاملها كده تمام. فقال لي بص شفت احنا لازم نديله حاجه مكافاه يعني حاجه رمزيه يعني يعني حاجه ان احنا يعني تابعينك حاجه يعني كده. فهو الواد ما صدق اصلا قال له انا مش عايز حاجه انا عايز حاجه بس حضرتك تكتب لي عليها. وكانت 20 دولار كتبها عليها كابتن. 20 دولار كتب عليها الكابتن يعني قال لك 20 دولار الكابتن كتب عليها قال لك 1000 دولار و2000 دولار و3000 جنيه. هو لو 1000 دولار هسيبه انا هخصم منه 1000 جنيه لو 1000 دولار هسيبه فالناس عملت عليها قصه عليه قصه يعني فعادي يعني في اوقات في اوقات انت برضو بتاخد الاخبار دي. على فكره برضو انا من انصار ان طالما الداخلي مستقر ما عنديش مشكله خالص في اللي يحصل خارجي خالص يعني. واكتر واحد يحس بالداخلي مستقر لا انت بالظبط يعني. محمد مجدي قفشه نفس الكلام. ما عنديش حاجه والله خالص. ما عنديش حاجه خالص رسمي. ولو في حاجه حلوه هنقولها يعني. لو في حاجه كويس قوي تفيد النادي وباسم النادي ومكانه النادي وبرضه يبقى اللعيب مستفاد فيها بشكل كويس قوي ايه المانع؟ لو كان في موافقه فنيه وبعد كده تطلع لجنه التخطيط ومشرف على الكوره وكده يعني تاخد اللفه بتاعتها. تاخد اللفه بتاعتها الطبيعيه يعني. كهربا برضه في وقت من الاوقات اتقال ان هو جاي له من السعوديه اعتقد. نفس الكلام انا بقول لك. ما جالكش حاجه رسمي؟ لا انا بتكلم. ما عنديش حاجه رسمي خالص لاي حد لاي لعيب. ما عنديش اي حاجه رسمي لاي لعيب. امال يا كابتن الحاجات دي يعني بتطلع ليه؟ او ازاي تطلع؟ لان انت الاهلي في وضع طبيعي جدا الناس كلها تتكلم. انت انا عارف ان في ناس مطالبه ان كل ثانيه يبقى في خبر. ده شغلهم يعني. زي ما قلت لك يعني مفيش مشكله. الاعارات يا كابتن مش بزعل من حد يعني على فكره حتى لو بيقول خبر وحش حتى عليا شخصيا يعني. الاعارات يا كابتن سيد الفتره اللي فاتت اثبتت نجاحها وبشكل كبير جدا طبعا. هل من الممكن ان احنا نشوف لاعبين تم اعارتهم يرجعوا النادي الاهلي تاني خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا. محمد شريف كان نتاج محمد شريف ايه؟ ولا طبعا يعني الحقيقه الواحد برضو يعني من الحاجات اللي محمد شريف من ساعه ما جبناه من دجله في يناير 2019 جبناه في يناير 2019 2018 يناير 2018 يعني كان عنده حاجه بتقول ان هو برضو حد من الناس اللي هتبقى حد عالي قوي. لكن كان مهم ان هو يتقل شويه. كانت فرصه لعبه اقل. بشكر حلمي طولان الحقيقه برضو يعني بالشيء يذكر يعني الحقيقه مدرب كبير وراجل محترم. طبعا كابتن حلمي طولان عمل مع محمد شريف شغل كويس قوي واداره ام بي كمؤسسه وكمنظومه حاجه على اعلى مستوى. فالتجربه اثبتت نجاحها بشكل رائع جدا يعني. في ناس كتير جدا بنبص لها طبعا بشكل كويس ومتابعينها بشكل هايل زي احمد ياسر ريان زي محمد عبد المنعم زي كريم زي عمار حمدي. ناس كتيره بنتابعها بشكل كويس. هيبقى لهم فرصه. احمد حمدي عبد القادر يعني. ففي ناس كتيره ممكن يبقى ليها تواجد يعني ان شاء الرحمن يعني. من الممكن ان هو يتم حسم الكلام ده امتى؟ زي ما قلت لك مش ممكن تفكر وقته دلوقتي خالص. بتتابع تمام. لكن مش هقول كلام بنفيه بعد نص ساعه صعب يعني. التركيز كله في السيمي فاينال. بص احنا ما خدناش اللي احنا عايزينه لحد دلوقتي من الموسم. احنا كنادي اهلي حققنا رباعيه حلو جميل يعني حاجة تاريخية جميل. لكن الموسم ده خلي بالك في حاجات مرتبطة بالموسم اللي فات.
يعني انت عندك الدوري مرتبط بالموسم اللي فات شويه، السوبر المحلي مرتبط، السوبر الافريقي مرتبط بالموسم اللي فات، بطوله افريقيا مرتبطه بالموسم اللي فات، كاس مصر مرتبط بالموسم اللي فات. احنا بقى عايزين ناخد الموسم ده، احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا الموسم ده، عايزين ناخد بطوله الدوري الموسم ده، تمام، عايزين نحقق حاجه الموسم ده. حلو، كل اللي بنعمله ده جميل جدا ورائع جدا وممتاز جدا، وجهاز فني يشكر عليه وموسيماني يشكر عليه، تمام، لكن احنا عايزين 2021 خدنا فيها السوبر المحلي، لكن هي السوبر الافريقي، لكن هو مرتبط، هو اسمه على فكره 2020، يعني هو اسمه القديم، على القديم. احنا عايزين بقى بتاع السنه دي جديد، وده مفهوم لازم يوصل للعيبه، تمام. خدت 3/4 البطوله الافريقيه، لكن ما حققتش التارجت بتاعي لحد دلوقتي في البطوله الافريقيه. سيمي فاينال حلو وجميل وكل حاجه، لكن ما حققتش البطوله. بطوله الدوري ماشي فيها بشكل مقبول شويه وكل حاجه، لكن ما حققتهاش. يعني ففي حاجات لازم يعني نحققها عشان نحقق الاهداف اللي احنا عايزينها من الموسم. يعني كابتن سيد حسين الشحات، ويعني في ناس كتيره شايفه، او في ناس من بعض من جمهور النادي الاهلي كمان شايفين ان حسين لسه لم يصل للمستوى اللي هم عايزينه، ايه رايك؟ تمام، حسين انا مقتنع بيه تماما، مقتنع بيه وفي ظهره، وانا متاكد ان هو عنده احسن من كده وهيأدي ان شاء الله الرحمن. وانا عندي احساس ان هو يعني من الناس اللي هتبقى ليها ان شاء الله الرحمن، هيبقى ليها كلمه وبصمه في سيمي فاينال وفاينال باذن الله. يعني ده احساس. اوكي، انا بقول له كده كلمه، ما تعرفش هيلعب مش هيلعب، مش انا 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 على المستوى الشخصي بعزه جدا، وانا بقول له انت حققت معانا بطولات كهدف جماعي هايل جدا. يعني حسين جالنا في موسم انت لسه ذاكره اللي هو 2018 2019، في موسم كان صعب جدا على المستوى المحلي كدوري، وخدناه، خدنا معاه دوري الابطال السنه اللي فاتت، او خد معانا دوري الابطال السنه اللي فاتت عشان التعبير يبقى مظبوط، خد معانا دوري الابطال، خد معانا السوبر الافريقي، خد معانا كاس مصر، خد معانا بطولات كبيره قوي، كان واحد من الاسباب، تمام، لكن احنا عايزينه حاجه من الاسباب الرئيسيه والاساسيه بقى. يعني هي دي الفتره اللي شاء الرحمن اللي ممكن نبقى محتاجينه فيها قوي. اخيرا يا كابتن سيد، علي معلول، هل علي معلول هيتم التجديد له خلال الفتره اللي جايه؟ موضوع التجديد ده برضو انت عارف، بص انا بسالك الاسئله اللي الناس كلها بتسالها. طبعا. تجديد علي معلول، هل سيتم التجديد لعلي معلول؟ ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها مستنيه علي معلول. بص، هو علي عاده ينتهي بالموسم اللي جاي، نهايه الموسم اللي جاي، اللي جاي اللي جاي يعني علي ينهي الموسم اللي جاي، وبعدين يبقى عقده الجديد يعني. لكن احنا بنحاول نقفل الملفات بدري. انت قلت لي حتى كده في لقاء قبل ده، يعني بنحاول نقفل الملفات بدري. شأنه عندي 2 أو 3 كده. الموسم اللي جاي ان شاء الله الرحمن ننهيها بشكل كويس بنفس اهميه علي. يعني علي معجون اهلاوي، ولا معجون بميه الاهلاويه زي ما بيقولوا، لكن في النهايه انت بتشتغل شغل احترافي. تمام، عايز تشتغل كل حاجه صح وتقفلها بشكل كويس. مش شايف ان قبل بس ما اقفل الحلقه، مش شايف ان غياب علي معلول شهرين ونص شهر 3 عامل علامة استفهام ولا حاجة، ولا انت شايف ايه؟ لا، لان هو نزل كان برضو يعني عشان هو برضو كان عايز يبقى معانا في مباراة فيتا، حماس لاعب يعني. لا، في مباراة فيتا يعني لو انت تتذكرها كانت مباراة فارقة على فكرة، ومباراة كانت مش اللي كانت هناك، اللي هناك طبعا احنا لو تعادلنا بس، لو تعادلنا يعني الناس كانت شايف ان ممكن احنا لو تعادلنا بس كان موقفنا هيبقى صعب طبعا يعني. فحب ينزل يعني، وخد بعد برضو كان في تقارير طبيه ان هو مقبول جدا ومعقول يعني. في التمرين الاخيره اللي قبل السفر حس بحاجه في العضله الخلفيه، فدي اللي دخلته شويه، كانت بقت الاصابه الثانيه. كابتن سيد، يعني انا عايز اقعد معاك 3-4-5 ساعات، بس الساعه 3:30 يعني هنخش على الجمعه ولا ايه؟ احنا عايزين نصلي الجمعه. انا بقول لك احنا اولا انا اسف جدا ان احنا اخرنا كل الوقت ده، ولكن دايما وجودك معانا بيسعدنا وبيشرفنا، وده بيتك انت عارف يعني. انا عمري بس ما عشان ننهي بس بشكل كويس عند الناس، تمام، من حق الناس انها تفرح وتتبسط بفرقتها وكل حاجه، لكن برضو في نفس الوقت احنا عندنا حاجه عايزين نحققها وعايزين نكملها. يعني بطوله افريقيا ان شاء الرحمن ان شاء الله باذن الله تعالى يكون لنا نصيب فيها باذن الله، وناخدها ونبقى حاملين اللقب، وبطوله الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن سيد شرفتني ونورتني، ودايما الحقيقه ببقى سعيد جدا بوجودك معانا. تيجي الساعه 3، تيجي الساعه 4، تيجي الساعه 5، سيد عبد الحفيظ يظل دائما هو سيد عبد الحفيظ. ربنا يخليك يا اسلام، وبالتوفيق ان شاء الله الرحمن، ونستمتع بيه بقى في اللي جاي باذن الله. ربنا يخليك، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن سيد. ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتوا حلقه طويله شويه، كانت من الساعه 11 للساعه 3:30 تقريبا او 4 الا ربع. انا بشكركم جدا جدا جدا، سهرناكم، واعتقد ان هي كانت سهره حلوه، سواء مستر بيتسو موسيماني وكلام من القلب، او كابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كلام من القلب وكلام هام جدا سمعتوه سواء من موسيماني او من كابتن سيد عبد الحفيظ.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله انا هلتقي مع حضراتكم قريبا جدا ان شاء الله، ان شاء الله اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قريبا جدا. وبشكركم جدا 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 على المتابعه وعلى كل شيء. بشكر حضراتكم وان شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.